إلى إيطاليا مع صحيفة توت سبورت التي اهتمت برغبة برشلونة في ضم المدافع الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي من بطل السيري اي يوفنتوس. وأشارت صحيفة المقربة من بيانكونيري إلى أن قيمة صفقة شراء قلب الدفاع البالغ من العمر 30 عاما قد تصل إلى 60 مليون يورو، خصوصا مع رغبة تشيلسي في ضمه كذلك. يذكر أن بونوتشي أنهى الموسم بكثير من المشاكل مع زملائه في نادي سيدة العجوز، إذ انتشرت تقارير تفيد بأن مشاجرة وقعت بينه وبين باولو ديبالا في استراحة ما بين الشوطين بنهائي دور أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الذي انتهى لصالح الريال. الديلي ميل تساءلت هل هي نهاية ماني باكياو، وذلك عقب الخسارة المفاجئة أمام الأسترالي جيف هور الذي جرد الملاكم الفلبيني من لقبه في وزن الوسط لحساب المنظمة العالمية للملاكمة. تضيف الديلي ميل أن باكياو تعرض لهزيمة مثيرة للجدل في أستراليا أمام نحو 50,000 مشجع لينتهي النزال بإجماع الحكام لمصلحة الصاعد هورن الذي تفوق وهيمن على باكياو، خصوصا في الجولات الأخيرة ليظهر الفرق جليا بين عزيمة الملاكم الشاب وبين بطل العالم في 8 أوزان مختلفة. ولتبدأ التساؤلات هل هي نهاية حقبة باكياو البالغ من العمر 38 عاما. أما USA Today فتطرقت لدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA وتحديدا في منطقة الشرق، متسائلة من هو أفضل ثاني لاعب في المنطقة بعد الملك ليبرون جيمس. الصحيفة الأمريكية ذكرت أنه ومع تمركز الأموال غربا فمعظم النجوم وأفضل لاعبي NBA لطالما كانوا هناك، أما في الشرق فلا نجد إلا ليبرون. وحددت الصحيفة قائمة ضمت 4 لاعبين، حيث نجد في المركز الرابع كيل لوري لاعب تورنتو رابترز، ثم في المرتبة الثالثة يأتي جيانيس نجم ميلواكي بوكس، أما في المركز الثاني فحل كيري إيرفينغ زميل ليبرون في كليفلاند، فيما جاء جون وول نجم واشنطن ويزرز وفق الصحيفة كأفضل لاعب في الشرق بعد جيمس.